اللعب بلاعبين ارتكاز في مباراه الزمالك لعب بارتكاز وحيد هو مهند لاشين، اليوم بيلعب بلاتي توريه ومهند لاشين. غريبه شويه، هو يمكن مغير 5 لعيبه الحقيقه، انا مستغرب الرقم، بس هو يمكن عنده سكواد يقدر يعني مرونه يقدر يعني يتحرك فيه زي ما هو عاوز. انت لو غمضت عينك حطيت اي لعيبه هتلاقي لعيب كل واحد منهم يشيل فرقه. انت عارف انا ببص على السكواد اللي موجود في فريق بيراميدز في نص الملعب، لقيت بلاد توري، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وليد الكارتي، عبد الله السعيد، ابراهيم عادل، يوسف سمنبي، كل واحد منهم يشيل فرقه ولسه في اصابات. وكمان لسه في اصابات طبعا ما شاء الله. بس انا كان عندي فرقه كلمه بس فاهم، معلش محتاج ان انا اقولها عشان اتقالت كذا مره ان بيراميدز، يمكن هي بره سؤالك بس لازم اقولها سريعا، اتقال ان بيراميدز فقد نقطتين قدام نادي الزمالك. انا شايف ان بالمنطق ده نقدر نقول بقى ان بيراميدز فقد الدوري العام السنه اللي فاتت. انت على الورق فريق من القيمه التسويقيه بتاعته من اقوى الاشياء، فريق منسجم متكامل، فريق عنده حاله استقرار اداري ومالي على طول، حتى دخل في الاستقرار الفني. فبالمنطق ده نقول بقى ان هو فقد اشياء كتير، مش فقد بس نقطتين قدام نادي الزمالك. دايما الماتشات في الفرقه المصنفه زمالك اهلي بيراميدز فكره التعادل ده شيء وارد جدا جدا في الدوري الممتاز ده. بالعكس ده بيراميدز في وقت كان هيخسر المباراه، تحولت النتيجه 2-1. سمات الفرق الكبيره ان انت حتى وانت الناس كلها شايفه ان انت ممكن تبقاش افضل حالتك، لكن هي تبقى فرقه كبيره، والملعب خير دليل على الكلام اللي انا قلته ده. ف عايز ارجع للسؤال، اتنين ارتكاز. السؤال ده اتنين ارتكاز. هو الحقيقه انت ممكن تحسبهم كمان 3 ارتكاز، انت بتتكلم على مهند لاشين وبلاد توريه ووليد الكارتي، بس وليد الكارتي عنده افضليه اكتر ان هو ممكن يزيد يعني. يقدر يزيد، لكن هو في حاله فقد الكوره يقدر يحط نفسه قدام الاثنين. شبه بعض مهند وبلاتي؟ لا مش شبه بعض على فكره، لا مش شبه بعض. وبلاد توريه على فكره عنده كورته، بيعرف يبقى رمانه ميزان، يقدر يباصي الكوره من رجل لرجل. مهند لاشين عنده الناحيه البدنيه وناحيه قطع الكوره مميزه جدا جدا جدا. يعني انا شايف ان الاثنين قوه كبيره جدا تريح وجود الاثنين، ممكن يغير طريقه اللعب. عارف ايه؟ انه يطير محمد حمدي ومحمد شيبي، خاصه ان هو بادئ بحمدي. محمد حمدي معروف ان هو هجوميا كويس، شيبي من اللعيبه برده اللي على طول تجري على التلت الهجومي. فلما يلعب بالشكل ده تامر، ده كده دليل او مؤشر ان الطرفين طول المباراه هيشتغلوا، وهو واضح ان هو دارس فرقه البنك الاهلي كويس، وعارف عندهم مشكله في حاله فقد الكوره في الاطراف.